الأزمة اللي حصل بخصوص تسميم الكلاب، احنا يعني بشجاعة كبيرة جدا احنا اعتذرنا عنها ولم تكن مقصودة ولم نكن نعلم بها على الإطلاق، وللأسف الشديد كنت خارج الجامعة، وبالأمس عقدت اجتماع مع جمعيات رعاية الحيوان في مكتبي، واتفقنا ان احنا هنعمل بروتوكول لحماية هذه الحيوانات واتخاذ السبل الرحيمة للعناية بها، واتفقنا ان احنا هنعمل في اخر مارس اسبوع للتوعية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان، وسوف ايضا يتضمن ثلاث مسابقات الجامعة سوف تمولها. المسابقة الأولى أيضا تصميم لوجو وبوستر يدعو إلى الرفق بالحيوان وحمايته، وأيضا فيلم مدته 4 دقائق عن الرفق بالحيوان وحمايته، وأيضا هنكون فيه جايزة لكل المجموعات الشبابية من طلاب الجامعة أو من العاملين اللي هتقدم أفكار جيدة للعناية بهذه الحيوانات. إحنا بنقول ولذلك الاعتذار أنا شخصيا، رغم في الحقيقة إنه كل ما روي وكل ما قيل عن أنني يعني كنت أعلم ذلك أو ارتضيته أبدا، ولو الكلام ده حقيقي أو لو الكلام ده حد بيصدقه، طب ما احنا لو كان لدينا نية لهذا العمل لاتخاذ مثل هذا الإجراء القاسي في مواجهة هذه الحيوانات ما كنا اتخذناها في وقت بالليل ما حدش يقدر عننا حاجة، ما كانش حد هيشوف أي حاجة، أو في يوم أجازة. احنا في الحقيقة لم يكن لدينا أي نية للإضرار بهذه الحيوانات.